احنا هاي المنطقه مقاطع الدعش ساكنين بها صار لنا اقرب اكثر من 40 سنه. اللي زارع بها وعايش بها لا عندنا معونه اجتماعيه، لا عندنا رعايه، لا عندنا تقاعد، ناس فقره قدامه بها صار لنا اكثر من 40 سنه نعيش بها. اللي زارع بها خضره واللي زارع بها جت قاعد ياكل منها، فترتقون تقطعون رزق العالم. هذه المنطقه تعتبر اثريه لابائنا واجدادنا. ساكنين بها كلش قديم، اولادتنا واولادت ابهاتنا بها، فعلى اساس تاخذونها؟ فناشد دوله رئيس الوزراء ان يعف على هذه المنطقه. والله اللي صار دخلت القوات الامنيه مفاجاه بدون اي دقه باب ولا اي شيء سيجونا، واحنا ناس هنا قاعدين نعيش عليها. اللي بيها حق المال دواجن، واللي بيها مخلي لها حق المال ابقار، وهسه احنا يعني حايرين وين نروح؟ احنا قابل نازحين وجاي يذبوننا بخيم، وين نولي؟ هاي عوائل واطفال وشيوخ وشباب وعطاله بطاله، ماكو لا عمل ولا تقاعد ولا راتب. والبيوت تعد اكثر من 10,000 بيت، واحنا الناشد دوله رئيس الوزراء. ولا يصير مثل ذيك الحكومات القديمه، مثل حكومه الكاظمي اللي راح بها ونقتل واحد ونعدم واحد. تخيل الله وتخيلك، ما حد يطي هذه الارض، لان ارضنا تعتبر ارضنا. اسمع يا محمد، اسمع يا محمد، حقنا نطالب، اسمع يا محمد، حقنا نطالب، اسمع يا محمد، حقنا نطالب، اسمع يا محمد، حقنا نطالب. حبيبي هاي القاع توزعت على قرار 117، توزعت كان الزراعه مالتها الخالص، توزعت المن لاهالي دياله، بس ما اهل دياله اجوا سكنوا هاي المنطقه من عميرات، من دفافعه، من جنابين، عرفت؟ هاي قسم، وقسم على قرار 220 مكرمه مال صدام حسين اعطوها للقاده. هاي ال 220 يقول تخصيص القطعه المرقمه لفلان ابن فلان، اجازه بناء واجازه سكن، اسمعني، واجازه حقول لمسوي حقل، يعني كل شغلاتها رسميه. ما يخابط، وكل مزرعه 4 انجات ما يخابط، كهرباء رسميه، تبليط رسمي، مي حلو. زين اجى حاكم الزامل قبل فتره سال على هاي القاع، الظاهر مطلع اولياتها من دياله وناسها وسكنتها من دياله، فقال هاي الموضوع هاي القاع لاهل دياله، احنا بهذا تحليلنا. بين هاي القاع ناس جايين من هناك وساكنين بيها، ناس ساكنينها من الستينات هم اهل دياله ومتوزعه من دياله، النوب تحول الطاب ماله من الخالص البغداد، سمعني، فظلت اسماهم هم اهل دياله. فمن طلع للمنطقه قالوا لهم هاي القاع مستولين عليها جماعه من اهل دياله، سكنتها من اهل دياله، فهسه هم حسابهم شغلتهم احنا نحسبها طائفيه، لان جايين طلعوا الاوليات، وتعرف الاوليات استنساخات موجوده، جناسم موجوده، مو كلها اشتغل دياله. زين انتم اللي يجي من دياله شلون والله تهجره طلع من قاعه اللي صار له بيها؟ هسه احسب من ال 78 والهسه، من عبد الكريم قاسم مو من صدام حسين، لا متوزعه قرار 117. صدام حسين ايش وزع؟ قرار 100 220 مزارع الضباط. زين والحد الان يردون من عندنا رسوم، ندفع الرسوم ونملك. واحد من عمامنا بدا يملك، ابو ماجد الحلفي ملك، دفع الرسوم مال الدوله وملك. زين هسه هذا ملك، وانتم جايين تحددون تقول هاي القاع شاغله، عقودها مفسوخه، لا عقد مفسوخ ولا ايجار، اسمعني، بس مجرد اجت ناس دخلت قرت الاسماء، هذول فلان ابن فلان مسقط راسه دياله، فلان ابن فلان مسقط راسه دياله، قال لك هي هاي المستولي على المنطقه، هاي الناس خل نستولي عليها. هاي وحده. ثاني شيء هي هاي الناس هسه قسمتها كل محافظاتنا الجنوبيه والنازحين اجوا بيها، وين يروحون؟ زين ماي بيها رسمي، كهرباء بيها رسمي، جبايه رسمي، انت شنو تاخذها؟ يعني انت اجيت يا سيد حاكم ما تسال على اولياتها وتطلعها تشوفها بها ملك، 52 دونم ملك، بالنسبه احنا قرار 220 ملك. زين هم 117 ما عليهم ايجار ومستغلينها، وعندهم جايز بستان، وعندهم جايز سكن، مو هالشكل؟ هسه انتم اجيتوا حددتوا المكان تردونه، وهذا والله نريده ونريد نسوي مجمع، عليه من المجمع عمي؟ شو الدوره اخذتوها؟ نوخذت. شو اسمه عندك؟ الجادريه اخذتوها.
انتم بيومنا من بلغتونا؟ بلغتوا حي البساتين 600 بيت تشيلونه، اجيتوا كسرتوا البوار مال المجاري في سبيل، قلتوا هاي المنطقه عليها ازاله، زين نايت الشعب هم سويتوا عليها ازاله، جايين انتم على حي طارق زيجتوها وتريدون تستولون عليها، زين وين تروح هاي العالم؟ لا عم طلعوا ولياتها، طلعوا ولياتها وشوفوها شنو هي جنسها. فيا عم احنا نناشد الحكومه ونناشد السيد محمد الشاع السوداني، اسمعني ما يصير، احنا هسه طلعنا باكر عقبه ترى نوقف بالقوه وياكم. خاب جايب لك فوج، جايب لك شو اسمه، ترى احنا اليوم ما حد يطح حلاله. مو بيت مساحته 150 وتقول له روح، مو انت اللي عنده 30 دونم واللي عنده 5 دوانم واللي عنده، هذا ابن عمنا مملك دفع له مليار بالخمس دوانم وما باع. انت شنو حضرة جنابكم انتم؟ دزوا لكم ناس. احنا تلول النص مقاطع 11 حي طارق، احنا ساكنينها من الستينات وعقود 117 وجايز بناء وبستنا ومواشي من السقوط لليوم صار 20 سنة. شنو دعمتونا يا؟ لا دعمتونا، لا اعطيتونا معدات، النوب جايين تكافئونا على هالحال، هذا ما يصير. عمي احنا وعوائلنا نتسطر بيها ما نطلع، هاي قاعنا ابا عن جد احنا ورثناها. هذا راجع المعلومات اللي وصلتك سيادة رئيس الوزراء، المعلومات جتك راجعها، شوفوا جابوا لك المعلومات ترى مغلوطة. سكنتها أكثر من 10,000 سكن بيت وجايز بناء وبستنة وأراضينا أبا عن جد احنا ما نعوفها، الآخر قطرة من عمرنا ما نعوفها. سيادة رئيس الوزراء المحترم، أنتم سويتوا إن شنو؟ لا دعمتونا بمعدات، لا اعطيتونا مي، جاي نزرع ونحفر آبار ونسوق سنين الحصار 30 سنة، احنا سوقنا حنطة وسوقنا شعير وعنب وبانية وخيار، احنا ومنتم هسه جايون تكافئونا على ايش؟ تكافئونا على رزقنا؟ ايش عندنا احنا؟ على الله وعلى هالقاع هاي، ما عندنا غير الله وهالقاع هاي، تردونا من عندنا شنو عمي؟ وين نروح احنا وعوايلنا؟ سيادة رئيس الوزراء المحترم انظر لهالشغلة، هاي الشغلة ترى مغلوطة، شغلة منافع هاي، وهاي أراضينا احنا ما نعوفها لآخر قطرة من عمرنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أولا السلام عليكم يا رئيس الوزراء، احنا نناشدك كشعب عراقي، احنا ضحينا برواحنا وابنائنا زين، وطينا شهداء وطينا اضرار. شوف هاي العالم كلها شعب عراقي، احنا مو جايين خوارج مثلكم، شتوا مرتاحين او جاي توسون علينا تاخذون الاراضي زين؟ زين او تاخذون الاراضي. انا مرتاح مثلك؟ ما مرتاح مثلك، انا بحياتي ما ارتاحيت، لان انا ببطني ما عندي قاع ولا عندي سكن ولا عندي شيء. الناشد من انت تجعل له فرعون؟ احنا بيش الدول السابقه اللي قبلك ما سويتي هيك، يعني تجي تاخذ حقوق الناس، تجيك عصائب عصابات ما ادري من منين تاخذ الاراضي زين؟ عمال ما عندي، الله وكيلك طلع الطابو، اذا لقى سند باسمي او باسم عشيرتي شو يعطيك؟ زين؟ انت شوف هاي الناس، تعال طلع شوف هاي الناس استطلع عليها، مو قاعد هناك وتجيك اخبار وتجيك اخبار زين؟ ما الناس يجوز سلابه، يجوز استولاء على شيء، زين احنا شنو احنا؟ استطلاعيه؟ شنو احنا؟ بريطانيا طبت علينا مره ثانيه؟ قالوا لنا لو كل هاي جاي عمي عندك انت اصلا اقتصاد ماكو، لا زراعه لا زراعه لا شيء، احنا مال بناء، شوف الزراعه، شوف اقتصادنا من وصل، احنا كل الدول قاعد تعطينا طماطياتها وبتيتاياتها، قاعد نشتري بفلوسنا زين. فانت عمي شوف حال الزراعه، مدوا الزراعه مدوها، يعني المال مادينا هسه عمي خالف البناء، البناء شو اسوي بيه؟ انا شقق ما تفيدني ولا يفيدني اي مشروع. دولة رئيس الوزراء المحترم، أنا المناشدة عندي لك، ماكو مشروع بهالسرعة هاي، أنت تنطي إعازة بإطلاق المشروع على هاي الأرض، طلعت لجنة، أنت شفت الأرض، الأرض عرفتها المن، عقود، بناء، زرع، مزارع عليها، شنو الناس هاي الخسرة، هاي الناس صار لها 40 50 سنة، صار لها 40 50 سنة دفعت اللي عندها والما عندها، فنت رواحها في سبيل هذه الأرض، أنت تجي رأساً تنطي مشروع.
لازم تعيد النظر بهذا الموضوع ولازم تطلع. احنا ما نقدر نفرط بشبر واحد من ارضنا، ما نقدر نفرط بشبر واحد من ارضنا، هاي اراضينا احنا ولدنا عليها وعشنا عليها ومستعدين نطي دمائنا. لا تخلي يصير صدام، ما نريد يصير صدام يا اخواننا بالقوات الامنيه. هاي شغله. الشغله الثانيه، انت من جبت السياج الامني وحطيته علي انا داعش؟ انا مو داعش، انا مواطن عراقي. داعش ذاك اروح حارب داعش لغاد، لا تجي تحط علي سياج امني. شنو حط السياج الامني علي؟ وين اني؟ نروح نجيب خيم، نجيب خيم نروح لفلسطين؟ وين نروح؟ فهمونا، انا عراقي لو مو عراقي؟ اذا مو عراقي حتى المشوالاتي واطلع. لازم اعاده نظر بهذا الموضوع، واحنا نريد منك شخصيا دوله رئيس الوزراء المحترم تطلع على هالمنطقه وتشوف المعاناه. عم احنا ناس مستضعفين، ناس امورنا تعبانه، ناس احنا ناس كسبه، كل من عايش على قد حاله. انا هسه جيتك جيت من الشغل وجيت، ما كذب عليك والله. يعني شلون الى متى احنا شلون؟ والله العظيم حرب نفسيه، لا عائلتنا مرتاحه ولا احنا مرتاحين ولا نايمين ليل، ما يصير هيجي. ناس فقره، ناس كسبه، ناس ما عتها، لا عتهم رعايه، لا عتهم مصدر رزق غير رزق، رزقهم على هذه الارض. على الله وعلى هاي الارض عايش هاي الناس، ناس فقره. نطالب رئيس سياده رئيس الوزراء المحترم اذا كان ابن العراقيين، اذا هذا حكيهم صحيح ولو احنا منطق، اذا كان حكيه صحيح ويقول انا ابن العراقيين، يطلع على هاي الناس ويطلع على هاي الارض ويوقف هذه الاجراءات الجاره بحق هاي المواطنين الابرياء. اخي احنا نعرف احزاب ونعرف من الوراها ونعرف يا جهه الوراها، احزاب متنفذه بالدوله بالحكومه العراقيه، احزاب معروفه. اسال اي واحد، بس مو بالكاميرا، لان اكثر الناس خطيه تخاف على عوائلها، ما تخاف على نفسها. ما اخاف على نفسي، اخاف عن عائلتي، اذا ذكرت اسماء ينقتلون عائلتي. من هذا تخاف العالم. احنا ناس كسبه، ناس مضهدين، اراضي زراعيه اشترينا بيها وبنينا بيوت، العقود 117. فكل ساعه يجينا واحد يهزنا، وين نروحنا؟ وين نتجه؟ الجهات الامنيه من اجت بس اجت، لا بلغنا قيم مقام ولا بلغنا مختار ولا اجتنا جهه من الامانه، بس مجرد القوات الامنيه سيجونا بشرك وقالوا ممنوع وراح تصير شقق سكنيه. هذا اللي افتهمناه من الموضوع. فرئاسه الوزراء محمد الشاع السوداني الرجاء منه يطلع على القضيه، خافوا مصير صوره الارض فضاء ما بيها بيوت، ترى مملية بالسكان، بيوت بيها جدا هواي الارض، وناس فقراء وناس بسطاء، والعالم وين تروح؟ يعني يصير يفلش ناس ويسكن ناس، لازم يضرب قضية هاي الشريحة التعبانة، ناس شريحة تعبانة وشريحة بسطاء. احنا من زمان احنا هنايا، من عبد الكريم قاسم بعد ما صاير احنا هنا، من بجد احنا هنايا. ولا وين نروح احنا؟ الله يبير شربنا، مالح شربنا، الاقتصاد شفناه وما عفناها قاعنا. هسه ياخذون قاعنا من عندنا ليش؟ وين نروح؟ بيوت بنينا جهالنا مسوين، زارعين نخل، زارعين زرع، زارعين للدولة نصدر على 117. احنا قاعنا على 117، راحتنا قاعنا من ذاك اليوم لليوم. وين نروح؟ وين نروح احنا واطفالنا؟ واحنا وين نروح؟ ابهاتنا ماتت بهاي القاع، رجالنا ماتت بهاي القاع، اخواننا ماتت بهاي القاع، وما عفناها. نسوان ظلنا نتبيها ما عفناها. ليش ياخذون من عندنا القاع؟ وين نروح؟ قولوا لنا وين نروح؟ قال احنا نناشد السودان، نقول له وين نروح؟ احنا واطفالنا وعوائلنا منا هذاك اليوم لليوم قضيناه. اياها اي هاني مي بيار شربنا، عقود ضرائب دفعنا، متنا بيار بحشنا ونشرب مي. وين نروح؟ وين نتقبر؟ احنا بالشقق مي بالشقق ما بينا نعيش، احنا وعوايلنا وجهالنا وها مكسرين، نموت بيها وما ننطيها. اي خل يجون يتربونا ولا يسوون بينا ينقلونا، وين نروح؟ يعني
يعني اليوم انتم عيشتكم على هاي القاع معمرينها؟ اي والله بستاننا، بستان هناك من الدوله، بستان هناك عندنا هناك هسه جاي يسجون بي. فلوس انطانا فلوس اللي عنده للعجل، نكتنا ارباحنا نكت، ثوب ما علينا والله، والله ثوب ما علي وعاق هذا السمع. بعد هسه على هاي رقعة مالت قاع العالم تحاتفنا ليش؟ وين نولي؟ بهاتنا ماتت، اخواننا ماتت. الله يصير ياخذون تلقى القيعان، القاع مال القيعان مالتنا مو اليوم. واحنا هاي خادمينها وما عفناها. اي والله كل شيء بيها، وكلك الله كل شيء بيها. وناس تعبانه، شوف هاي الحجه شوفها، الله شاءت، لا لها لا اخ ولا ابو، شوفها. خذ رحمة الله. خذ رحمة الله. وخا عد الولد، عد الشباب، عد هاي، وعايشين والحمد لله. واحد يجي واحد يطلعونه من بيته، الله يقبلها، محمد يقبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة رئيس الوزراء المحترم، هذه أراضينا عقود 117 ورثناها أبا عن جد، بيها إجازة مال بستنة وإجازة مال بناء، وهل تشوفها مغروسة ومزروعة من الستينات. هذا لحاكيك هذا البير مال الارتوازي، المي انقطع من عندنا قبل 20 سنة من السقوط لليوم. احنا على حسابنا البير، أنا حافرة بخمس ملايين، وهذا بيتي وهذا زرعه، أنا من ضمن هالعالم هاي كلها. نزرع سنين الحصار 30 سنة، احنا نسوق حنطة وشعير وعنب وبانية وخيار، وتعبانين وشايفين الضيم. هاي أراضينا هالمستصلحة ومزروعة وعلى حسابنا، كل واحد حفر له بير، واللي زرع على مشروع واللي استغلها وأراضينا وزراعتنا، احنا وعوايننا الآخر قطر احنا بيه. هاي الأرض مسات عبد الكريم قاسم، احنا متعاقدين عليها، اللي عدة 30 دولم والعدة 20 دونم، وبيها بس سنة من الدولة خمس دوانم إجازة بيها، حتى القرزات الشتلات بيها الرمان وبيها زيتون وبيها النخل، وعايشين بيها من ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ. إحنا بهالحالة يعني لما تأخذها من عندنا إحنا وين نروح؟ وين نروح؟ عايشين على الله وعليهن، على الله وعليهن، احنا عايشين عليهن. باو على هذا النخل، هسه راح تجيك الكاميرا وتشوف هاي النخله ايش قد عمرها لما قرزتها بالارض، وتعبان عليها، تعبان عليها من ذاك اليوم، وهسه تجي بالحاضر تاخذها من عندي، انا وين اروح؟ هاي العوائل وين تروح؟ هاي جات لها العطش، جات لها الجوع، جات لها الضيم، ليش؟ وين نروح؟ الى الاخ السوداني المحترم، احنا نركز على كلمه الاخ، نريدك اخ كبير. هاي المنطقه الزراعيه احنا نزرع هنا من 1920، جدي مات وابويا مات هنا، واحنا هسه الارض وارثينها زراعيه عقود 117. عمي عندنا جازه مال بناء وجازه مال بستان، حافظنا على هاي الاراضي من 2003، جتنا ميليشيات اشكال وخطفت اطفالنا وحافظنا على هاي الاراضي، ولا قطعنا ولا بعنا. هسه انت قاعد هناك غير تجي تشوف هاي العالم، انت مو تقول انا مناضل، مو تقول ابن هذا الشعب، داز لي هذا، داز لي فلان وداز لي علان، يعني انت صعب عليك اذا تجينا؟ يا اخي احترمونا، مو احنا قلنا ذاك نظام وراح، هسه انتم جيتوا نقمع العالم، انتم مشجعون الزراعه لو ضد الزراعه. زين هسه احنا وين نروح؟ رب العالمين عليكم، ان شاء الله ندخل عباس ابو فاضل عليكم، ما عندنا بس هاي الوسيله اللي يم عليكم. عمي ديروا بالكم على العالم، عمي مخافه الله. عمي قنعونا، حاكونا، قولوا لنا انتم لاجئين. عمي من 1920 هاي اراضينا، نموت بيها، احنا الميليشيات ما انطيناها لها، وهسه احنا ما نعرف انتم دوله لو مو دوله. قولوا لي اذا دوله قانون هذا العقود ال 117 والاجازه مال بستان جانب قانون عمي من مجلس قياده الثوره المنحل، وانتم ظليتوا على هالقوانين، والبرلمانيين يبيعون بالزراعه واحنا ما قطعنا، يعني البرلمانيين باعوا هالمناطق الدوله ما يدورنا كلها، لا مختار جاي يجينا لا يحترمنا، لا برلمان انتخبناه ويجينا. عمي انتم شنو انتم جيتونا نقمه؟ هاي عوائل عمي تعبانه باراضيها، النخله احنا نراقبها لما تكبر، اطفالنا عمي بيها ماتت،
اطفالنا بها بها امراض هاي القديمه مال جدري والحصبه، مي ما عندنا نشرب، عايشين على البياره على حسابنا. عمي انتم جيتونا نقمه، عمي احنا نحاكيك يا رئيس الوزراء، انت يقولون ابن عشاير، احنا ناخي عليك، احنا بعد ما عندنا وسيله للعباس ابو فاضل، ان شاء الله عليك وعلى عافيتك وعلى عيالك. عمي تجينا بس شوف الارض، وانت ابن عشاير دازلنا فلان وعلان يهددنا يعاملنا كانما هو ملاش واحنا عبيد، رجعنا الزمن الاقطاعيه فهمونا. عمي هاي ارضنا نموت بيها، ارضنا هاي نموت بيها، اقنعونا يعني اقنعنا، انت من تطلع علينا تحاشينا اقنعنا حتى نعرف السبب. انتم مشجعون الزراعه لو ضد الزراعه؟ زين انت يا سياده رئيس الوزراء ما تدري هاي البرلمانيين مقطعه الاراضي وباعتها هنا، هذول تحطهم انت، تحط القائم مقام، قائم مقام ما يجي يسال علي انت شنو؟ قائم مقام هو ورباطه وقاطه. زين انت من رباطك وقاطك وانت قائم مقام ما تجي تحاشينا انت القائم مقام بكان رئيس الوزراء؟ والله انت تتكنون علينا. ودونا احنا هناك، ودونا الوزراء قالوا من الوجهاء، ورحنا لبسنا ملابسنا العربيه ورح احنا حاكينا قلنا له عم عقود زراعيه، يطلع بالاعلام هو هذا الربعي وهو هذا الثاني ما ادري شو اسمه صاحب الدراجه يقول والله العشائر وافقت. يا اخي هذا كذب عيب، انتم ناس مسؤولين والله، مو يقول وقفوهم انهم مسؤولون، شلون تكذبون علينا؟ احنا قايلين لكم ابدوا بالاراضي. يا اخي قنعونا، اذا ما تقنعونا احنا نموت احنا وعوائلنا هنا. الحقيقة بالنسبة للمسؤولية الإدارية تقع على عاتق شو اسمه قائم مقام الزوراء، يعني الرجل لا شفته اجا ولا شفته وصل ولا اجا مثلا شاف الناس الموجودة ولا حكى وياهم ولا اجتنا فد لجنة مثلا من رئاسة الوزراء تقول يابا تعالوا يا ناس يا عالم احنا اليوم عندنا مخطط مثلا سكني، نريد نسوي مجمعات سكنية، نريد نقعد العوائل هنا، فاحنا تعالوا احنا راح مثلا نشيلكم او نعوضكم او اكو في الطريقه يعني نقدر نفتهم بها من عندهم. زين انت جايب لي همرات وجايب ناس تدق ذنق وتسوي بي ارسي ها قبلي واسهجه مباشر بدون ما تناقش احد، واللي حاكيك تقول له تصعد بالهمر يعجبك يعجبك، ما يعجبك تصعد. هو هذا قانون؟ هذا قانون احزاب، هذا استيلاء هيك مباشر، هذا ما بي اي اصول مثلا اكو وجود سلطه او حكومه حاكمه بالبلد، ماكو، لانه مال هذا هاي شرط عصابات، وشرط العصابات هذه هاي اذا مدعومه من دعم قوي، مو يجي على الناس البسطاء. اذا وين دور الدوله؟ دور الدوله اذا ضعيف، ماكو دور الدوله. زين ولا جت جهة إدارية تقول يابا هاي القيعان مالتكم احنا راح ناخذها وراح نسوي كذا وكذا وكذا، يشرحون لنا الوضعية ومثلا اكو تعويض او ماكو تعويض، بس ماكو شيء، مجرد عصابة جت جاية تسيج المنطقة والله هاي انحزت. زين اكو هاي مقاطعة 11 من زمان لا اليوم لا راحة، زين اكو مقاطعة بديلة مقاطعة 12، ايش عجب يعني انت عابر على 11 ما تعبر على 12 ويا تشولة؟ هي تشولة تقدر تشيلهم مثلا؟ لا ما يقدر، ماكو شيء. زين عندك اليوسفية انت مثلا مو قلت بعد ممنوع؟ ماكو منع باتا بعد بيها اي ازالة او شيلة او شيء، والطارمية وغيرها كل المناطق. ليش هذا الحزام مال بغداد الاخضر القديم صار له من 1920 لحد الان ما حد، حتى بذاك الزمن ما حد اجى اداره وقال يابا احنا نشيلكم او كذا، واذا يريد يشيل يعوض. واكو اتذكر في شغله قديمه شخص من اهالي النجف الله يرحمه يصيح له قناوي، بذاك الزمن اخذوا قاع من عنده من النجف، الدوله اخذته قالت عمي احنا راح نعوضك، زين راح نعوضك، وجابوه هنا ببغداد وانطوه كذا دونم الله اعلم، عوضوه اكثر من طاقته. يعني احنا نعيب على ذاك الزمن؟ طلعت انتم شنو يعني؟ ذاك احسن حقوق للنبات. زين هسه يا اهل يجي تحاكي ابو الشغل يقول لك انا ما عليه، روح على ابو الهمر يقول لك ما يعجبك اصعد. هذا عمل هذا اسلوب مال العصابات، مو اسلوب دوله. الدولة تجي تجيب لجنة من رئاسة الوزراء وعلى مناطق وتفتار وتبلغ بيت تعال عمي وانا عقدك وانا سندك وانا كذا، تعال احنا راح نعوضك فلان كذا. هذا لك هذا مو لك. زين واكو تصير اكو خطة تنموية، خطة مثلا من رئاسة الوزراء حتى العالم يكون على بينة،
انت مو مجيلي والله الضابط ما يتحاكى وابو الهمر ما يتحاكى والما يعجبك يذبك جوه، هذا مو حكي، هذا اسلوب عصابات، هذا مو هو اسلوب عصابات، مو اسلوب دوله، الدوله تفرض هيبتها بيش بالقانون، هذا مو قانون زين. خلي يجي رئيس الوزراء ويشوف العالم بنفسه بنفسه يطلع. يعني انت صاعد لي مثلا بالطياره، ايش شفتين بالطياره شكو؟ تعرف شكو جو الطياره انت؟ تعرف منو عايش جوا؟ الفقير عايش جوا مثلا؟ زين؟ انا مو يوم جاي الحزب سلام عليكم، لا والله ما ننطيها. زين؟ ما ننطيها نهائيا لو مو حزب. كلها تموت، كفيلك الله، من اصغر واحد لاكبر واحد. ما انطيها قاع، على شنو انطيها؟ انا تعبان من ذاك اليوم اليوم واجي انطي قاعي؟ لا ما انطيها. السلام عليكم يا رئيس الوزراء. انت رجال مهندس وابن عرب وابن عشاير، وانت مهندس من اهل صدام، شلون تقبل هاي العالم جاي تلعب بينا؟ يعني احنا مهجرين كل ساعه يجينا واحد الله بالخير قي عامنا 1920 بيها، احنا لا مجرفينها لا بايعينها لا مذينها، شلون كل ساعه يجينا واحد يريد ياخذها؟ واحد يقول لنا الله بالخير، هاي الحواسم حصان ما حد يقدر يشيله، حصان عربانه وزمال، يعني هي صفينه؟ لا احنا لازمينها لازمه، لا من 2003 بيها، صار لنا من 1920 الله وكيلك ابهاتنا ماتت بيها، حنطه نصدر، شعير نصدر، عنب نصدر، هذا النخل حمال عمي باوع له، هذا النخل يا رئيس الوزراء ابو الغيره ابو الانسانيه، انت رجال مهندس نسيلك بالخوه بالمروه، لا تباوع الفلان وعلان، مهندس على الورق يكتب لك ما يصير، يكتب لك مهندس من افل العشائر ويريد يستفاد بيها ما يصير عمي، اتق الله، الله اكبر، الناس لك بالخوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة نطلب من السيد رئيس الوزراء محمد شجاع السيوداني المحترم إرسال وفد خاص بالشخص الكريم إلى هذه المناطق لتبين له ما هي هذه المناطق، هذه المناطق غير متجاوزة يعني. مو متجاوزة، هاي المناطق عقود ومنذ زمن طويل بصراحة ساكن هاي المنطقة، وناس بسطاء على يعني كسبة على قدر بسيط من حياتهم البسيطة، ما عندهم أماكن أخرى يسكنونها. نرجو من شخص الكريم إرسال وفد خاص به لكي يتسنى له معرفة ما هذه المناطق، هذه المناطق قديمة جدا كما ذكرت سابقا، ويجب معرفة سكنة هذه المناطق، وايضا لا يجوز يعني انشاء مناطق سكنيه فوق مناطق سكنيه اخرى، يعني نجرف هذه المناطق ونسكن بشر اخر هم عراقيين ولهم حق بهذه المناطق وعقودهم قديمه من 63 وضرائب يدفعون من زمنه واجور كهرباء واشتراكات بالجمعيات الفلاحيه، ولو تلاحظ هسه كلها اشجار بها، شوف اشجار ونخيل عامر قديم، فنرجو من سيادته يعني ينظر نظرة أبوية لهذا الشعب المسكين هنايا، بصراحة كلهم بسطاء جدا، ناس بسطاء جدا، فيجب يعني ونطلب منه طلب أبوي أخوي يعني ينظر إلى هذه المناطق ويعرف حالهم، بصراحة ما عندهم بديل هذه. كنا ناس فقراء وهاي الطبقة كلها فقيرة. يعني هاي الطبقة إذا شايلها وترحلها هي خلصت عمرها وحياتها في سبيل تبني لها مقر تستقر به وتعيش أطفالها وعوائلها. انت تجيب الياتك وتجي بكل سيطره وتكنس هاي الوادي، وين تروح هاي العالم؟ ليش يسوون العالم هالشكل؟ اولا وفروا لهم بديل حتى يشيلون يحطون بالبديل هذا وعوضوهم حتى يقدرون يساعدون نفسهم. زين هذول ناس كبار راح يموتون كلهم، هاي اطفالهم وين راح تروح؟ وين تسلك يا طريق؟ اكو غير طرق منحرفه تسلكها هاي الاطفال من تكبر وتصير شباب ويلقى مستقبله فاشل، لا وطن لا بيت لا مستقبل لا محل لا راتب، وين يروح هذا؟ طفل هذا من يكبر، هذا من يكبر وين يروح؟ يلقى ابوه بدون بيت ومشرد، وين يعيش هذا الطفل مثل هذا؟ اكو غير طرق منحرفه؟ لو مخدرات، لو ارهاب، لو يشتغل سلب، لو يبوك، لو حرامي، وهذا وباكر انت تلزمه وتذبه بالسجن، والله انا كذبت هذا حرامي. اولا وفر له وسائل عيشه، خلي يعيش هذا الطفل براحته من يكبر حتى تستفاد منه الدوله. واستفاد منا الشعب واستفاد منا البلد. انا واحد من الناس ضحيه مرتين، ضحيه نظام صدام حسين رحلني وصادر بيتي والان لا راتب
ولا حقوق ولا كل شيء ماكو، اطفالي عاشوا فقره ويعيشون بالزباله. هسه قوة انا وتعبي وتعب ولدي بنيت البلوكات قاعد تبيهن، وهسه جاي تفلشهن، زين ولدي وين يروحون؟ فانتم عمي لو تسووا لنا شاره، لو تعفوا لنا بحالنا، يا حكومتنا الموقره ويا احزابنا السياسيه ويا شخصياتنا اللي جيتونا، جبتوا لنا ديمقراطيه وجيتوا وحريه، انطونا حق العيش ببلدنا بس، كل شيء ما نريد من يومكم. هسه تعيينات ماكو، رواتب ماكو، مدارس عندنا ماكو، شوارعنا تبليط ماكو، مجاري ماكو، كهربانا زباله، مينا زباله نشربهم من الخيس، ما نريد منكم كل شيء عمي، بس اتركونا بحالنا. السلام عليكم. ناشد دولة رئيس الوزراء المحترم محمد إشاع السوداني الوقوف مع أهالي منطقة القرية الفلاحية. أولاً هاي المنطقة هي منطقة سكنية، والمعلومات اللي جاي توصل لك يا سيادة الرئيس هاي معلومات مزورة وغير حقيقية من قبل محمد صاحب الدراجي وأيضاً مدير عام الأمانة محمد الربيعي، يقول الأهالي موافقين، الأهالي رافضين هذا المشروع جملة وتفصيلاً. هذا المشروع مشروع مشؤوم يبث على فساد في هذه المنطقة. أولاً هذه المنطقة هي منطقة سكنية في زمن صدام حسين ويسكنها أغلبيتها من الناس الفقراء، فلا يجوز تفليش هذه التجريف البيوت على ساكنيها، هاي واحد. اثنين المناطق تعبانة يا سيادة الرئيس، وإحنا ننظر إليكم بعين العطف الأبوي في خدمة هاي الناس، مو تجون تفلشونها على ساكنيها، هذا ما يجوز دولة الرئيس. نرجو إرسال وفد منا شخصياً أو التقاء في هاي الناس، دز عليهم وتوصل لك الصورة بصورة صحيحة، لأن هاي الناس مظلومة ويرجون يصدرون أراضيهم من قبل مافيات الأحزاب. فرجاء يا دولة الرئيس النظر في هذه المظلومية الناس وحل مشكلتهم قبل أن يتفاقم الموضوع وتصير لا مواقع لا يحمد عقبة. هذا العقد مش مادي، هذا العقد من 63 من تحولة الدولة من ملكية إلى جمهورية، ومن 63 لليوم نعمل ونفلح به، وهسه زرعنا موجود، حتى زرعنا مانعيننا من عده، حلالنا مانعيننا منك، يقول ممنوع واحد يوصل. عقد من 63 على قانون 117، هسه يقول لك روح لاهلك، شنو هاي؟ بيا دوله؟ بيا قانون؟ هذا العقد صار المفعول على قانون 117. ما في احزاب تجي هنا سيد وتصور. شكمل هو هذا العدنة وهاي المافيات وهذا الصب وهذا السياج مال محمد صاحب الدراجي، وشنو على شنو؟ من 63 عقودنا. عم خلي يبطلوا لهم شارع، خلي يسووا لهم كهرباء، جايين على هاي الناس الفقراء تريدون تفلشونها ليش؟ احنا ناشد رئيس الوزراء هاي القضاء الزوراء، هاي صار لها سنين عالم مبنية، يعني هو اجى بالطيارة كشف المنطقة وراح، خليه يجي بدون طيارة ويشوف شنو الأزقة، شنو الفروع، شنو هاي، هاي منطقة سكنية، يعني يجون يفلشونها على استناد، هاي العالم وين تروح؟ هاي العالم يا مستميتة، يعني يضحي بالرمادي وبالموصل ضحت، وأنت تجي تشيلهم، ها؟ هذا عليه استناد هذا الحكي. يعني شوف هاي التضحيات، هاي كل بيت عليه قطعه مال شهيد بالحشد بالعسكري شرطي، وانت جاي تاذي هنا بدل ما تساعده، يعني هاي وكلها رسميه، كنا نتامل تجينا خدمات، هاي رسميه، القاع رسميه، زين هاي القاع رسميه، وناس عوائل وعشاير، يعني تجي تشيلها على استناد، تطلع بالطياره، لا اريدك انت تجي بسيارتك وتشوف الحي السكن هذا، هذا يستحق شيله، بس تعال بسيارتك، مو تجي فوق وكم واحد يقول لك هذا هيك وهذا يريد يستفاد وهذا ما ادري شنو، هاي كلها استفاده، كلها استفاده للميليشيات، استفاده هاي للميليشيات، والله العظيم شكو شغله هاي تصير استفاده للميليشيات، زين؟ فاحنا ناشد رئيس الوزراء يجي يشوف بعينه، لا يصعد بالطيارة يجي يشوف عنا هاي المنطقة، أبا تستحق الشيء خلي يشيلنا، زين صار لنا هواي، زين هاي اكو 100 سنة اكو 150، هاي العقود موجودة، يعني شنو؟ يعني مو تقول احنا بزمن صدام، بزمن احمد حسن البكر، بزمن عبد الكريم قاسم، عم الموت كانوا وقاعين هم هن هنا فلح بيها، يعني مو تقول هسه اجينا خلي يشيل الحواسم،
حواسم هم خطيه يطيهم ويعوضهم ويشيلهم ويرجع القاع. المشروع مو هنا اصلا، مو هنا اصلا بهذيك. ادري انا اعرف اللي الناس تريد تستفاد من هاي القاع زين، يشيلوننا وخليه يجي يشوف البيوت شلون مشيده زين. واحنا نناجده هذا الهاب حبيب ماسك، احنا ما نطلع، خليه يجي يكربنا احنا وبيوتنا، خلي يبني مجمع سكني بس اسمه، خلي يبني مجمع سكني ويشيل العالم يطيح قومو يفلش البيوت. وهاي وهاي العالم عشاير يعني، كل بيت ب 20 نفر زين. 17 احنا هنا نازلين وكنا عقول زراعيه. الاستاذ محمد الشياع السوداني، انت من صعدت بالطياره وشفت هاي البيوت كلها وشفت هاي القيعان كلها، عمي احنا عندنا عقود زراعيه، والعقود الزراعيه على قانون 17 وعلى قانون 35، واحنا هنا يعني تقريبا صار لنا بال 100 سنه هنا نازلين. ما يصير يعني يا استاذ، يا عيني انت تجي هنا تبلش لك 4000 بيت بالقران الكريم ما نشيل لو توجه مدافع علينا. استاذ محمد الشياع السوداني اوجه لك هاي كلام، وانت ان شاء الله مثل ما يقول رئيسنا وعلى راسنا نخليه وابونا انت يا استاذ محمد الشياع السوداني. عم احنا ما نشيل لو تعطونا تعويض ونشيل، لو ما نشيل اي ما عندنا، هاي العالم كلها ما عندها. كفيلك الله، ها شغل عماله كفيلك الله ومحمد وعلي بن ابي طالب، هاي الناس كلها ما عندها. يعني شلون ننطي زرعنا، ننطي بيوتنا، ننطي مالنا، ننطي احلامنا شلون؟ بالله جاي نشتغل عماله كفيلك الله، نلزق بيها تلزق بالحسين، نلزق بيها تلزق، هاي العالم كلها ما عندها. يعني 4000 بيت تشيلها على اي اساس؟ كنا عقود زراعيه رحمه لوالديك، وين نتجه؟ يلا وين نتجه؟ وين نطي وجوهتنا؟ من يتحمل فوق 3000؟ يعني والله العظيم فوق 3000، يعني هاي العالم ما تروح، عالم فقره. يعني اكو مناطق نقاط مفتوحه، وهذا المشروع مو على هاي المنطقه، على 12 وحولوها جماعه دي جاي علينا. هاي القريه الفلاحيه هي 4 قرى هسه هنا ذني، ومن عاد العثماني لحد الان احنا ساكنين بها ونزرع بها لحد الان. نرجو من سيادة رئيس الوزراء أن يرفع هذا العالم الفقرة. احنا بيها من الملكية تحول الجمهورية، ايه؟ احنا موجودين من العثماني احنا بيها، ايه؟ اجدادنا واحنا وبهاتنا، ونرجو من سيادة رئيس الوزراء يرفع هذا العالم والفقرة. هاي العقود مال 63 سيد الوزراء، هاي العقود مال 63 عهد العثماني عندنا هاي، واحنا ساكنين بيها على قانون 117، قانون 117 وعلى 35 وعلى 35 قرى ناس ما عندها، ما نتروح فوق ال 4000 بيت رفت بحال المساكين هاي الناس. مداخلة ثانية وتعقيبا على كلام رئيس الوزراء، يا رئيس الوزراء انت قلت هاي الحكومة هي حكومة انجاز قبل استلام السلطة، فأين الانجاز في هذا الموضوع؟ تفليش بيوت الناس على ساكنين هذا انجاز يا دولة الرئيس؟ ميليشيات واحزاب متنفذه جاي تاخذ اراضي الناس، هذا انجاز يا دوله الرئيس؟ تعال بنفسيتك واطلع على الواقع وشوف هذه الاراضي اللي تابعه، اراضي سكنيه تابعه الى ناس من زمن عبد الكريم قاسم، وهذه السندات، هاي السندات رسميه مثبته بالدائره العقار، تروح اطلع عليها وشوف عائديه هذه الارض لمن. والله الغاية منها هي تقطيعها وتوزيعها حسب الطلب اللي يحتاجونه هم. احنا سكان هالمنطقة، اهالي منطقة قرية العميرات وساكنين بهالمنطقة منذ السبعينات، عينانا معاناة في ايام الحصار وايام الحصار والدفاع عن اراضي الوطن من براثن داعش، وبالنتيجة جازونا بهذا المجازات، جابوا لنا احزاب وجابوا لنا جهات سياسية باسم رئاسة الوزراء ورئاسة محمد صاحب الدراجي. طبعا مناجاتنا يا رئيس الوزراء انه يباوع بالعين العطف الى هذه العوائل المسكينه المحتاجه، واللي طبعا المنطقه ما يقارب بها اكثر من 2000 بيت ويدعون انه فارغه. فنرجو من سيادته انه يحضر رسميا ويكشف المنطقه وما يروح بالاتجاه المعاكس،
فنترجاه من سيادة الوزراء انه يحضر ويشوف منطقتنا ويشوف معاناتها. هسه احنا لحد الان ما نعرف شنو النتيجه، لا هي دوله، لا هي احزاب، لا هي ميليشيات، غير نعرف النتيجه شنو، احد وصلنا، احد جانا، رئيس الوزراء من الطياره ونطي قرار عليه، غير نفتهم شنو القضيه، مر علينا شافنا، انا هاي لحيتي بيضا صرت هنا. والقبلة ابوي هنا، غير نفتهم شنو القضيه. زين انت هذا القانون مالك لما سويته او سنيته لحمايه المواطنين لو هلاك المواطن. خلينا نفتهم. احنا كمواطنين ان حق لو ما ان حق، ان حق على هاي الدوله اللي هي تحمينا تامن علينا، يعني تامن علينا معيشتنا، معيشه عيشه قشره. تعالوا قبالنا وشوف حاكونا، شوفونا من اللي عنده هسه، هسه تدري تشيلنا انت، وين راح نروحنا؟ غير نفتهم شنو اللي عندنا احنا؟ يعطينا بديل، انت عندك بديل؟ بديلك شنو هو؟ انت كدوله عندك قانون لو لا؟ عندك بديل لو ما عندك بديل؟ زين انت جاي هسه ما جاي شايفه. ودي لي لجنه. ودي لي محمد صاحب الدراجي، محمد صاحب الدراجي ليش طردوه من التيار الصدري؟ او من الكتله الصدريه؟ انت رئاسه الوزراء يعني اسمحها. ودي لي هذا، من ودي لي هذا؟ هو هذا اللي يقول لك المنطقه ترحب بكم، شلون ترحب بكم؟ هو احنا شفنا خلقته؟ هو قاعد يمك هناك لاقينا يعني بمكتب مالك ورجعنا، ليش شنو السبب؟ خلينا نفتهم القضيه شنو هي؟ ما ندري بيها كتاب حزب الله، ما ادري التيار الصدري، ما ادري حزب الدعوه، ما ادري المجلس الاعلى، مو دوله، دوله احزاب عم. فاحنا الناشد رئيس الوزراء ان يباوع علينا وينظر لنا ويشوفنا شنو قضيتنا احنا. خليه يشوف عندنا 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 وجهاءنا، خليه يقعد وياهم. وما ادري عبد الصاحب الدراجي يقعد ويا جماعه، شنو السبب؟ غير اكو سبب؟